أمال فهد الأطرش المعروفة باسمهان. يحكي محمد عبد الوهاب أن اسمهان كانت في 16 من عمرها، وأنها فتاة صغيرة لكن صوتها صوت امرأة ناضجة. واسم اسمهان مأخوذ من الكلمة التركية من مقطعي اسم وهان المحرفة من كلمة خان، وتعني الحاكم أو السلطان والجاه. في عام 1933 انقطعت عن الفن لمدة 6 سنوات بعدما اشترط زوجها وابن عمها ذلك، حيث انتقلت إلى سوريا، لكنها عادت إلى مصر بعد خلافات مع زوجها عام 1939 لتعود إلى حياة الفن وتدخل عالم التمثيل السينمائي. فتحت الشهرة التي نالتها كمطربة جميلة الصوت والصورة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما، فمثلت عام 1941 في أول أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش، وشاركته أغاني الفيلم. وفي عام 1944 مثلت في فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة وكيم، وسجلت فيه مجموعة من أحلى أغانيها، وشهدت نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها. سبق لها أن شاركت بصوتها في بعض الأفلام كفيلم يوم سعيد، شاركت محمد عبد الوهاب الغناء في أوبرا مجنون ليلى، كما سجلت أغنية محلاها عيشة الفلاح في الفيلم نفسه، وهي من ألحان محمد عبد الوهاب والذي سجلها بصوته فيما بعد. وكذلك سجلت أغنية ليت البراق عينا في فيلم ليلى بنت الصحراء. عرف عن اسمها أنها لم تحضر تعاملها مع ملحن واحد مهما كان شأنه، فتعددت أسماء الملحنين الذين غنت لهم ألحانا خالدة، مثل أخوها فريد الأطرش والتي غنت من ألحانه أشهر أغنيتين لهما له، وهما ليالي الأنس في فيينا وأنا أهوى من فيلم غرام وانتقام. في الوقت الذي كانت تعمل فيه بفيلم غرام وانتقام في مصر، لم تكن سعيدة بزواجها مع أحمد السالم الذي حاول قتلها في بداية عام 1944 بإطلاق الرصاص عليها. قامت بالسفر إلى رأس البر لتمضية فترة من الراحة هناك يوم 14 يوليوز 1944، ترافقها صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة. وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في ترعة الساحل الموجودة حاليا في مدينة طلخة، حيث لقت مع صديقتها حتفهما عن عمر يناهز 32 سنة. أما السائق فلم يصب بأذى واختفى بعد الحادث. وبعد اختفائه ظل السؤال عمن يقف وراء موتها دون جواب، لكن ظلت أصابع الاتهام موجهة نحو العديد من الجهات مثل المخابرات البريطانية وزوجها الأول حسن الأطرس وزوجها الثالث أحمد سالم وحتى أم كلثوم وشقيقها فؤاد الأطرش. شكرا لحسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.